وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بعد التحية نريد أن نعرف من حضرتك أجندة اجتماع الغد. كل التحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. خلينا نقول أنه الاجتماع الرابع عشر غدا سينطلق بحضور مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال مناقشات المحور المجتمعي ليصبح الانتهاء كاملا من المحور السياسي الذي تم في الجلسة 12 والمحور الاقتصادي الذي تم في الجلسة 13، وبالتالي يكون مجلس الأمناء قد انتهى من مناقشة 3 محاور. مجلس الأمناء يحرص على ترتيب أولويات القضايا وتكثيفها بالشكل الذي يسهل ويؤهل هذه القضايا للمناقشة أثناء عقد الجلسات الرئيسية للحوار الوطني والمنتظر عقدها أو انطلاقها قريبا. أيضا يحرص مجلس الأمناء على إلقاء الضوء على مراجعة جميع العناوين والقضايا والموضوعات التي تم ترتيبها خلال الجلسات الماضية، وذلك نظرة شبه نهائية قبل أن ينطلق الحوار الوطني. إذن مجلس الأمناء في انعقاد دائم خلال هذه الأيام لوضع يعني الرتوش أو اللمسات الأخيرة للجلسات الإجرائية التي قاربت على الانتهاء. غدا جدول أعمال الجلسة يعني سيركز على الانتهاء من مجلس من محاور أو موضوعات وقضايا المحور المجتمعي، وسيقوم يعني هل بالفعل تم الانتهاء من وضع كل الملفات الخاصة بالمحور المجتمعي وأيضا المحور الاقتصادي وغيرها من المحاور التي سوف يناقشها الحوار الوطني قبل البدء لجلسات الحوار المرتقبة؟ نعم، تم الانتهاء، وسيواصل غدا مجلس الأمناء استكمال ما تبقى من المحور المجتمعي، وذلك بهدف وضع أو ترتيب الأولويات التي تهم وتصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن. صحيح، ما هو الموعد المرتقب لبدء الجلسات؟ يعني حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد بدقة حتى نكون آمنين مع السادة المشاهدين ومع الرأي العام، ولكن المؤكد أنه يعني نحن على بعد أمتار قليلة من انطلاق الحوار الوطني أو الجلسات الرئيسية للحوار الوطني. صحيح، يعني من الواضح أنكم في انتظار ضم جميع القضايا الخاصة بالمحاور الاقتصادية والمجتمعية وغيرها لمناقشتها في الحوار الوطني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أو أستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. شكرا لك.